اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. المترجي يفي بوعوده. سبق زهير المترجي الزمن للحاق بالمباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا في كرة القدم، ووفى بوعوده لجماهير الوداد الرياضي بتسجيل هدفين في اللقاء أمام الأهلي المصري، وحامت شكوك حول مشاركة المترجي في النهائي بسبب إصابة تعرض لها قبل لقاء الوداد مع بيترو أتلتيكو الأنغولي في إياب الدور نصف النهائي، حيث خضع لبرنامج تأهيلي خاص، لا سيما أن الوداد افتقد للجناح الليبي مؤيد اللافي بسبب قطع في الرباط الصليبي. قال المترجي بعد تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي: سألعب المباراة النهائية ولو بنصف قدم. وكسب مدرب الوداد الرياضي وليد الركراكي الرهان على المترجي الذي افتتح التسجيل من تسديدة صاروخية بعد تسديدة مبينزا استقرت في الشباك في الدقيقة 15. عزز تفوق الوداد الرياضي مطلع الشوط الثاني متابعا عرضية رضا الجعدي في الشباك المصرية في الدقيقة 48 ليحرم الأهلي من تعزيز رقمه القياسي ويقود الوداد إلى لقبه الثالث بعد 92 و2017. وقال بعد المباراة: سنقاتل دائما من أجل الجماهير ونعيدهم بتحقيق البطولات، سنسعى بقوة لتحقيق الثلاثية هذا العام. وعن هدفه قال: قبل افتتاح التسجيل تذكرت هدفي بالأهلي في القاهرة بعدما انهزمنا ب3-1 في إياب نصف نهائي 2020، وفكرت بالتسجيل بالطريقة نفسها، ووقتها قد سجلت وخسرنا، أما اليوم فسجلت وتوجنا. وحرم الوداد الرياضي ضيفه الأهلي من كتابة التاريخ والتتويج باللقب الثالث على التوالي و11 في تاريخه. وأكد هيمنة الأندية المغربية على المسابقتين القاريتين لهذا الموسم بعدما كان نهضة بركان قد توج بلقب كأس الاتحاد الكونفدرالي الإفريقية الأسبوع الماضي من ركلات الترجيح. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. Rapport de création.